النهارده جايب لك محاكي جديد لتشغيل العاب بلاي ستيشن 1 على جميع الهواتف الاندرويد الفئه الضعيفه والفئه المتوسطه بجوده جرافيك عاليه وبدون لاج ولا تقطيع. بس طالب منك طلب صغير يا صديقي، قبل ما نبدا الشرح تنزل في الكومنتات صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتعمل لايك واشتراك في القناه لو انت ما انتش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل ما هو جديد. هسيب لك رابط الادوات المستخدم في الشرح في اول تعليق مثبت لا اما في صندوق الوصف. فكره تشغيل العاب بلاي ستيشن 1 على الهواتف الضعيفه بقى امر سهل جدا علشان حجم الالعاب بيكون صغير، وكمان هعرفك سر مفيش حد هيقولك عليه علشان تلعب بجودة وصورة او جرافيك عالية. ويلا بينا نشوف ايه الكلام ده. اول حاجة كده يا صديقي هنعملها مع بعض، هنبدأ اللي احنا نستعرض المحاكي، وبعد كده هعرفك الاعدادات المهمة جدا اللي انت لازم تعملها داخل المحاكي ده علشان يشتغل معاك بدون لاج ولا تقطيع ولا سكوت فريمات، وتقدر كمان تعلي جودة الصورة للحد الاقصى اللي تليفونك يقبله. هنبدأ نروح نفتح المحاكي، هيبدأ يفتح معاك بنفس الشكل ده، وتقدر كمان اللي انت تستخدمه بعرض الشاشه. وزي ما انتم شايفين تقدر تلعب عليه العاب بلاي ستيشن 1 زي مثلا لعبه كره القدم اليابانيه، ديت لها معايا ذكريات كتيره جدا ايام ما كنت في ثالثه اعدادي. هنا زي ما انتم شايفين هقول لك على الموضوع ده دلوقتي، هتبدا اللي انت تختار فتح من اول وجديد، علشان هنا يا صديقي في مميزات كتيره جدا في المحاكي ده لازم اللي انا اعرفها لك، مش هبخل عليك باي معلومه علشان تقدر اللي انت تشغله على اي تليفون من الفئه الضعيفه. انا كنت بعمل الشفرة ديت علشان اظهر الفرقتين دول، ديت نجوم العالم وديت نجوم اوروبا. هنا يا صديقي الشفرة ديت لازما اللي انت تعملها قبل ما تدخل اللعبة علشان الفرقتين دول يظهروا معاك. انا دلوقتي هروح اختار نجوم العالم، الفرقة المفضلة بتاعتي هبدأ اللي انا اختارها. بعد كده يا صديقي انا هختار هنا اللي انا الاعب الكمبيوتر، هنا بقى هبدأ اللي انا اختار فرقة ضعيفة علشان اعرف اللي انا اكسبها. انتوا واخدين بالكم من الموضوع ده؟ علشان انا بقالي فترة طويلة طبعا ما لعبتهاش، بس اكيد لسه برضك متذكر فيها حاجات. كنت بعرف اعمل الخطة وكانت رواية. على فكرة اللاعبة دول مش موجودين دلوقتي، علشان انت هتسمعوا اسماء كده ناس غريبة، فلازم انت تاخد بالك من الموضوع ده، وعايزك بقى تقولي لو انت كنت بتلعب اللعبة دي وذكرياتك مع اصدقائك كانت عاملة ازاي. احنا كنا بنمسك في بعض والله. انا بعمل ايه؟ على فكرة انا مش متحكم علشان انا بصور وباصص من تحت الكاميرا، هي دي المشكلة اللي انا دلوقتي مش متحكم بس قد كده. شوف كان واقف ازاي في احترام، مش دلوقتي. واللي ملوش خير في قديمه ملوش خير في جديده. يا نهار ابيض، هات يلا باتستوتا بقى. على فكره في لعيبه المفروض تنزل، اللي فاكر الخطط بقى اكيد هيعرف يلعب اللعبه دي دلوقتي. انا لازم اجيب جول. ما قلت السرو ده ساعة لما بيجيب جون يقعد يقول لك جول 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 جول. ياه ما سمعناش الكلام ده من زمان. اورتيجا لا 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 لا، جابوا 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 فيا جول. يا نهار ابيض شكله بقى وحش قوي. المهم يا اصدقائي علشان ما اطولش عليكم الشرح، انا كده مش هعرف العب. هنروح بقى لاهم حاجه وهو تثبيت المحاكي، وبعد كده هعرفك تعمل الاعدادات اللي لازما تاخد بالك منها او تعملها علشان تلعب بكامل الشاشه وبنفس الجوده اللي انتم شايفينها ديت، علشان انا لو استنيت اللي انا هجيب جون مش هعرف اجيب جون، هو جه فيا جون. بعد كده هنبدا اللي احنا نروح على مدير الملفات الخاص بالجهاز بتاعنا، وبعد كده هنروح على المكان اللي هتكون حملنا فيه المحاكي. هيكون عندك بنفس الشكل ده يا صديقي، هتبدا اللي انت تضغط عليه ضغطه، وبعد كده هتضغط على كلمه استخراج، هنا هيبدا اللي هو يطلب منك رقم سري، هتبدأ اللي انت تدخل رقم 2 3
8. بعد كده هتضغط على كلمة حسنا، هيبدأ اللي هو يفكلك الضغط عن المحاكي. بعد كده هنروح نثبته، هيتثبت معاك بدون ما تواجه اي مشكلة على التليفون بتاعك، وامن جدا على جميع الهواتف الاندرويد. بعد كده هنبدأ اللي احنا نطلع من هنا، هتلاقيه يتثبت معاك بنفس الايقونة ديت. هنبدأ اللي احنا نروح نفتحه، هيبدأ يفتح معاك بنفس الشكل ده يا صديقي. هتضغط هنا على كلمة نيكست، بعد كده هتبدأ ان انت تفعل الاختيار ده والاختيار ده، وبعد كده هتضغط هنا على كلمة نيكست، هيبدأ اللي هو يفتح معاك بنفس الشكل ده يا صديقي. وهنا طالب منك ملف البايوس، بس هنا ضيف لك هنا 3 ملفات بايوس، انت هنا مش هتحتاج لملفات بايوس. بعد كده هتضغط على كلمة نيكست، وهنا يا صديقي طالب منك مكان الالعاب، هتبدأ ان انت تضغط على علامة البلس، هيبدأ اللي هو يفتح معاك بنفس الشكل ده. بعد كده انا هطلع كده من بره، وزي ما انتم شايفين معايا انا عندي هنا ملف مسميه العاب بلاي ستيشن 1، هبدأ ان انا اضغط عليه، وبعد كده هضغط على كلمة استخدام هذه المجلد، وبعد كده هضغط على كلمة السماح، وبعد كده يا صديقي هتضغط على كلمة نيكست، وبعد كده هتضغط على كلمة فينش. هيبدأ يفتح معاك بنفس الشكل ده يا صديقي، وكده زي ما انتم شايفين حمل لنا الألعاب. بس هنا يا صديقي في نقطة، لو انت عايز الصور بتاعة الألعاب تظهر معاك لازم هتحمل صور الألعاب. مثلا يا صديقي اللعبة ديت هتبدأ اللي انت تضغط عليها ضغطة مطولة، وبعد كده هتختار الاختيار اللي قبل الأخير، هيبدأ اللي هو يفتح لك مدير الملفات. أنا هنا محمل الصور الخاصة بالألعاب، هبدأ اللي أنا أركب كل صورة على اللعبة بتاعتي. بعد ما انتهيت من عملية تركيب الصور زي ما انتم شايفين كده، حتى لو اخترت نظام عرض جديد هتلاقي الصور ظهرت معاك بنفس الشكل، وتقدر اللي انت تستخدمه بعرض الشاشة زي ما انتم شايفين كده اصدقائي. بس هنا لازما اللي انت تفعل دوران الشاشة زي ما انتم شايفين كده علشان اللي هو يشتغل معاك بشكل تلقائي. بعد كده يا صديقي هنبدأ اللي احنا نروح لأهم الإعدادات علشان يشتغل معاك بجودة عالية، وتقدر اللي انت تلعب اللعبة بكامل الشاشة. هتبدأ اللي انت تضغط على الثلاث شرطات دول، وبعد كده هتروح على السيتنج الاعدادات، وبعد كده يا صديقي هتروح هنا على الجرافيك، وهنا هتبدا ان انت تختار الاختيار الاولاني، ممكن اللي انت تسيبه على الوضع التلقائي، ولو التليفون بتاعك المعالج بتاعه ضعيف هتبدا ان انت تختار ما بين الاوبن جيل او الفالكون، يعني انت هتختار الاثنين وهتجرب وهتشوف هل ده هيشتغل معاك هتسيبه عليه، ولو الفالكون ظبط معاك هتسيبه عليه. ده اهم حاجه تاخد بالك منها. انا هنا هسيبه على التلقائي، وبعد كده هضغط على كلمه كانسل. تعالى بقى نروح لاهم نقطه وهو جوده الشاشه. احنا هنا يا صديقي لو طلعنا من الاعدادات ورحنا مثلا شغلنا اللعبه ديت، في حاجه عايز اعرفها لك يا صديقي. انا لما رحت اشغل لعبه الكوره اليابانيه ما اشتغلتش معايا، علشان انا فعلا انا كنت منزل لها ملف بايوس، والملف البايوس ده يا صديقي وانا بجرب انا كنت فعلا استخدمته، بس انا كنت مفكر ان الملفات اللي موجوده هي كافيه اللي هي تشغل لك جميع الالعاب. بس هنا يا صديقي هتبدا ان انت تروح على مدير الملفات، وهسيب لك ملفات البايوس ديت زي ما انتم شايفين كده اصدقائي. هتبدا ان انت تختار اول واحده هي كفيله هتبدا اللي هي تشغل لكم جميع الالعاب، وده الملف المضغوط. هنبدا يا صديقي اللي احنا نمسح الملف ده علشان بس ما تفكروش اللي انا عامله برقم سري. هتضغط عليه ضغطه، وبعد كده هتضغط على كلمه استخراج، هنا هيبدا اللي هو يستخرج لك ملف البايوس زي ما انتم شايفين كده. بعد كده يا صديقي علشان اللي انت تركبه هتبدا اللي انت تروح على المحاكي، وبعد كده يا صديقي هتروح على الثلاث شرطات اللي فوق دول، وهنا يا صديقي هتروح على الاعدادات، وبعد كده يا صديقي هتبدا اللي انت تشد الشريط ده لغايه لما تلاقي كلمه بايوس هتضغط عليها، وبعد كده يا صديقي هتبدا اللي انت تضغط على اول اختيار، وبعد كده هتختار هنا اول اختيار زي ما انتم شايفين كده. هطلع كده انا هنا في الملف الداونلود، وهروح على المكان اللي انا محمله فوق زي ما انتم شايفين، عندي هنا الملف المستخرج، هبدا ان انا اختار اول اختيار كده، بعد كده هضغط على كلمه اوكي، وبعد كده يا صديقي هتطلع وهتروح تشغل اللعبه، هتبدا اللي هي تشتغل معاك زي ما انتم شايفين كده. هنرجع تاني للنقطه المهمه اللي انا كنت عايز اوريها لك، اللي هي نقطه جوده الشاشه. هنا يا صديقي زي ما انتم شايف كده ان الجوده مش واضحه، زي ما انتم شايفين كده الجوده هنا باهته قوي، وتحس ان الصوره مش واضحه وهتوجع عينيك. احنا هنا يا صديقي هنبدا ان احنا نروح لاهم اختيار علشان نظبط الجوده دي. هنبدا ان احنا نروح على الثلاث شرطات، وبعد كده هتروح على علامه الترس، وبعد كده يا صديقي هتروح على الجرافيك، وهنا يا صديقي هتروح على الاختيار الثاني. لو انت التليفون بتاعك ضعيف هتختار هنا الاختيار الثالث اللي هو X3720B، هتبدا ان انت تختاره. طيب لو التليفون بتاعك المعالج بتاعه قوي شويه هتبدا ان انت تختار 5X1080 زي ما انتم شايفين كده اصدقائي، بس انا هنا الاختيار ده مناسب معايا هبدا ان انا اختاره. بعد كده يا صديقي في اختيار مهم جدا علشان يفتح لك الشاشه، الاختيار اللي هو ده هتضغط عليه، وبعد كده هتختار الاختيار اللي هو بكامل الشاشه، او هتروح عليه تاني تختار هنا اللي هو 16:9 زي ما انتم شايفين كده، برده هيفتح لك شاشه اللعبه بكامل الشاشه. وبكده يا صديقي يبقى خلصنا الشرح بتاعنا، واتمنى لو انت استفدت من الشرح ده ما تبخلش علينا باللايك والكومنت الحلو بتاعك، واشوفك على خير في الشرح الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.